السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلاب 5 ابتدائي، اهلا بيكم ورجعت لكم تاني مع ليسون 6 من يونت 5 منهج كونكت بلس الترم الاول. درس بعنوان writing an email to a friend، انك تكتب ايميل لصاحبك. طيب صديق المراسلة اسمه email friend او K-Pal، دي بالامريكان بيقولوا عليه K-Pal او pen friend. مين بقى الثلاثة اللي انت قلت عليهم دول يا مستر؟ التلاتة دول معناهم حد تعرفت عليه على النت، ما شفتوش قبل كده ولا شايفك ولا اتقابلته وتعرفته على النت وبقيتوا صحاب فبتكلموا بعض، فدي اسمها ايه؟ ايميل فريند او كي بال او بن فريند. بن فريند وايميل فريند ده اللي هو الاسم العادي، اسم اللي هو اللي بقى العاميه بيسموه كي بال او كي بال. التلاتة معناهم صديق مراسله زي ما قلت لك، حد ما نعرفوش وتعرفنا عليه على النت يعني. مرشد سياحي تور جايد، تصوير الفوتوغرافي فوتوغرافي البي اتش بتنطق فيه قول ايه؟ فوتوغرافي جاء من فوتو اللي هي صوره، فوتوغراف يعني صوره او صوره فوتوغرافيه، فوتوغرافي التصوير نفسه، وفي فوتوغرافر لو شلت الواي وحطيت اي ار معناها مصور فوتوغرافي. مشاهده الطيور bird watching البيئه environment. واحد سيوا أويسز. فائق الجمال اللي هو جميل جدا اسمه ايه؟ gorgeous اللي هو very beautiful قول عليه gorgeous. مذهل او مدهش awesome. رائع او جذاب cool. شيق او ممتع interesting. جميل beautiful. رائع wonderful. يكتب write written. يعلم او يدرس teach taught. عزيزي او عزيزتي dear، دي جبت الف اول الايميل. bye for now يعني مع السلامه دلوقتي، bye for now. take pictures يعني التقط صور. The introduction جاء من introduce يقدم، introduction المقدمة بقى جاء من ايه؟ introduce يعني يقدم، introduction اللي هي المقدمة نفسها. write soon يعني ابعت له قريب، all about يعني كل شيء عن، what about you يعني ماذا عنك، the closing اللي هو الخاتمة او نهاية الايميل او الجواب يعني. طيب بعض الديفينيشنز، وخلي بالك من الديفينيشنز عشان بيجي لك دايما في السؤال بتاع ايه الاختياري وفي ناس كتير بتغلط فيها. ولك يا سيدي اثبت بقى خلاص. اول حاجه gorgeous قلنا اللي هي جميله جدا بتساوي very beautiful. awesome اللي هي رائع يعني very good كويس جدا. cool قال لك ايه؟ modern and nice حديث ولطيف. surfing اللي هو تصفح الانترنت is a sport which you surf on a surfboard. لا surfing، في سيرفنج انترنت اللي هو تصفح الانترنت، وفي سيرفنج اللي هو ركوب الامواج هي نفس الكلمه. نيتنج اللي هي الخياطه جاي من نت يعني خيط، نيتنج الخياطه. قال لك مين مينز ويفنج اور سيوينج او سوينج انك تنسج او تخيط يعني. بيكنج الخبيز قال لك وين يو بيك بريد كيك اي حاجه انك تخبز اي حاجه ده اسمه بيكنج. بيرد واتشنج قال لك از وين يو واتش بيردز انك تشوف الطيور او تتفرج على الطيور ان ذير ناتشرال انفايرمنت في البيئه الطبيعيه بتاعتهم. وايلد لايف فوتوغرافي قال لك از وين يو تيك بيكتشرز اوف انيمالز بيردز اند بلانتس ان نيتشر انك تصور حيوانات نباتات طيور بس في الطبيعه، دي بنسميها وايلد لايف فوتوغرافي يعني تروح لهم في المكان اللي بيعيشوا فيه وتصورهم. طيب بقول لك تيبس فور رايتنج ان ايميل، بعض النصائح عشان تكتب ايميل. احنا خدناها الترم الاول طبعا، قالك اول حاجه بتبدا بهاي او هالو او دير، اهلا مرحبا عزيزي اي حاجه، وتنهي بايه؟ باي فور ناو مع السلامه دلوقتي، او باي مع السلامه، او يور فريند وتكتب اسمك صديقك كذا، او رايت سون ابعت لي قريب، اي حاجه من دول اي حاجه تختم بيها يعني. يوز كونتراكشنز استخدم الاختصارات، بدل ما تقول اي ام يبقى اي ام، هي از يبقى هيز كذا. Use adjectives to make your email interesting. استخدم بعض الصفات عشان تخلي الايميل بتاعك شيق كده يعني، استخدم gorgeous, cool, beautiful حاجات من دي. Ask your email friend one or two questions. اسأل صديقك اللي انت بعت له الايميل ده سؤال او اتنين يعني،
هتتكلم في موضوع معين، فاساله بقى رايك ايه في الموضوع، طب انت شايف ايه، طب انا صح ولا غلط كده، يعني كانك بتكلم حد بالظبط. طيب بعد كده يا سيدي الايميل ده او فروم، قلنا فروم بتكتب اسمك انت، ومفروض مش اسمك، بتكتب ايميلك انت، يعني مثلا ساره ات مثلا جيميل دوت كوم. الايميل ما بنكتبش فيه اسم، بكتب فيه الايميل بتاع الشخص اللي انت بعت له. فروم ايميلك انت تو ايميل الشخص اللي انت بعت له. السبجكت اللي هو عنوان الموضوع، انا عايز اكلمك، ابعت لك مثلا ايميل عشان اسالك عن مدرستك، فمش هقول له بقى السبجكت، ما اقولوش مدرستك عامله ايه وبتروح امتى وبتيجي منين، لا لا، اقول له ايه يور سكول بس، ده العنوان. بعت له عشان اكلمه عن مدرستي مثلا ورحله رحناها، رحنا القاهره مثلا واتفرجنا على الاهرامات وابو الهول ومش عارف الكلام من ده، ما اقولوش الكلام ده في سبجكت، فاقول له السبجكت ايه، سكول تريب بس، عنوان الموضوع اللي هو ايه، رحله مدرسيه بس. بعد كده بقى في البادي بتاع الايميل بتاعك اشرح بقى براحتك، امال في كلمه سبجكت دي اكتب فيها العنوان بس، انا بعت لك ليه مش اكتر. اقول لك ايه، دير تشارلوت، عزيزتي تشارلوت، هالو، ازيك، I'm your new email friend. أنا صاحبتك الجديدة بالمراسلة. I'm 10 years old. أنا عندي 10 سنين. And I live in Luxor. وعايشة في Luxor in the south of Egypt. في جنوب مصر. My favorite hobby is bird watching. هوايتي المفضلة هي مشاهدة الطيور. Which is when you watch birds in their natural environment. مشاهدة الطيور دي هي إن أنا لما بتفرج أو لما تقعدي تتفرجي على الطيور كده في حياتهم الطبيعية، دي اللي بنسميها bird watching يعني. My dad is a tour guide. بابا يا مرشد سياحي. And he takes people to see birds on the river. وبياخد السياح عشان يفرجهم على الطيور على شط النهر. He has taught me all about the different birds. هو كمان علمني حاجات كتير عن الطيور المختلفة. I know where they live. أنا عارفة دلوقتي هم عايشين فين أو بيعيشوا فين. And what they eat. وكمان الطيور دي بتاكل ايه. There are so many gorgeous birds here. عندنا طيور جميلة جداً. Bird watching is awesome. مشاهدة الطيور دي حاجة رائعة. My other favorite hobby is photography. هوايتي التانية هي التصوير الفوتوغرافي. I love taking pictures and recording videos of the birds we see. بحب أصور صور وأسجل فيديوهات عن الطيور اللي احنا بنشوفها. Photography is so cool. التصوير الفوتوغرافي هو كمان رائع جدا. What about you? وانتي؟ What do you like doing in your free time? بتحب تعمل ايه في وقت فراغك؟ وبعد كده باي فور ناو ساره، مع السلامه دلوقتي ساره. السؤالين اللي في الاخر دول هو اللي تخليها تبعت لك ايميل تاني عشان ترد عليك وهكذا. طيب نيجي بقى على الاكتيفيتيز بتاعت الدرس ده. بقول لك يا سيدي الليسننج برضه سيبك منه، خش على الدرس الثالث، على السؤال الثالث. ماي فيفرت هوبي از ايه، ايه في دول اصلا هوايه؟ عندك بيرد واتشنج وفوتوغرافي. ماي داد از ا بيجي بعدها وظيفة، هو مين؟ tour guide. دي اتنين، هنسيب دي واحد دلوقتي. He takes people to see birds on the river. He has taught me all about the different birds too. There are so many birds here. يبقى ايه؟ صفة gorgeous أو beautiful. أي صفة، مفيش أصلا صفة اللي هي مين؟ gorgeous. بدي رقم أربعة. Bird watching is awesome. يبقى انا هوايتي كانت ايه في الاول؟ Bird watching. شوف بقى اجابة اول سؤال في اخر كلمة في القطعة، عشان كده بنقول لازم نحلها على بعضها ككيان، ما تاخدش كلمة بكلمة. يعني في ناس يقوم اللي باصص على دي از يقوم حاطط لها اي حاجة، يعني مثلا يلاقي از يقوم حاطط لها ان جي وخلاص. مش لازم از يقوم حاطط ان جي، افهم الجملة الاول عايزة ايه وبعد كده ابدأ اجاوب. طيب بعد كده جايب لي ايميل وعايزين، يعني بدل القطعة هو جايب ايميل واحنا هنجاوب عليه احنا برضو. اقول لك يا سيدي، رامي باعت لمين؟ لجيمي. السبجكت او الموضوع new email friend، انا صاحبك بالمراسلة الجديد. اقول له هاي جيمي، I'm new email friend، انا صاحبك بالمراسلة الجديد. I'm 10 years old، انا عندي 10 سنين. I live in Alexandria in Egypt، وعايش في اسكندرية في مصر. Have you ever been to Egypt؟ عمرك جيت مصر قبل كده؟ It's a really interesting, beautiful country. بلد جميلة وشيقة جدا. What are your hobbies? ايه هواياتك؟ My favorite hobby is wildlife photography. انا هوايتي المفضلة هي التصوير الفوتوغرافي للحيوانات في البيئات بتاعتها، في البرية يعني. Wildlife photography،
تصوير في البرية ده is when you take pictures of animals, birds and plants in nature، هي انك تصور الحيوانات والطيور والنباتات في الطبيعة. There are lots of wonderful animals in Egypt، في حيوانات كتير رائعة جدا في مصر. I really love taking photos of them and learning about them، انا بحب جدا اصورهم واتعلم حاجات عنهم. I have about 300 wildlife photos، انا عندي اكتر من 300 صورة من صور الحيوانات دي. My favorite animals are fennec foxes، اكتر حيوان بحبه هو ثعلب الفينك. They are gorgeous، شكلها جميل جدا. I love hiking too، كمان بحب hike اللي هو يتمشى مسافات طويلة، بحب امشي مسافات طويلة. The Siwa Oasis is an awesome place to see wildlife، واحد سيوة هي مكان رائع تشوف فيه الحياة البرية كويس جدا. I often go hiking with my parents and my older brother Sharif، عادة بطلع اتمشى مع بابايا ومامتي ومع اخويا الكبير شريف. He is 18، عنده 18 سنة. What do you like doing in your free time، انت بتحب تعمل ايه في وقت فراغك؟ Write soon، ابعت لي قريب. Bye for now، يلا مع السلامة دلوقتي رامي. بقولك رامي lives in، رامي عايش فين؟ ايوه الكسندريه. رامي's favorite animal is the، اكتر حيوان بيحبه اللي هو ايه؟ ايوه الفينك فوكس. Who is رامي writing to، رامي بعت لمين؟ جيمي. دي جابت السؤال التالت. طيب how many photos of animal does he have، عنده كام صورة حيوان؟ هو على فكرة هو قالك 300 صورة برية، ما قالكش حيوان، لأن الصور دي ممكن تكون حيوانات ونباتات وطيور، فدي غلطة في عمل السؤال، بس مش مشكلة نقول 300 صورة وخلاص. دي إجابة السؤال الرابع. طيب what does Rami often do with his parents and his brother، رامي بيعمل إيه مع بابا ومامته وإخواته؟ إيه؟ go hiking، يبقى اقول بس مش go بقى، مش I، هقول he goes hiking with his parents and his older brother، مش my، my دي خلاها his، مع بابا ومامته واخوه. يبقى دي جابت السؤال الخامس. نيجي بعد كده على الاختياري. بقول لك بقى عم الحاج my favorite hobby is، تكون hobby هواية مفردة اقول is. Gorgeous means very، gorgeous قلنا رائع أو خلاب معناها very beautiful. A does the winter the writer live in الأقصر، الأقصر ده مكان، بسأل عن مكان بwhere، أين يعيش الكاتب؟ قالك في الأقصر. What do you like، قلنا فعل بعده فعل بحط الفعل التاني ing doing. Who is، بص بقى السؤال ده ينفع سؤالين، ممكن أقول who is writing to رامي، مين اللي بيكتب لرامي، وممكن اقول who is رامي writing to، والاثنين صح. مين اللي بيكتب لرامي او رامي بيكتب لمين؟ who is رامي writing to، رامي بيكتب لمين، او who is writing to رامي، مين اللي بيكتب لرامي، والاثنين صح. طيب I am your new email friend، what is his favorite animal، ماذا يكون حيوانه المفضل؟ بعد كده بقى يا سيدي عايزك تكتب ايميل 50 كلمة عن your favorite hobbies، هواياتك المفضلة. your name is Sarah، اسمك سارة، يبقى from Sarah. to your friend's name is Jane، وصاحبتك اسمها جين، يبقى تكتب ايه؟ to Jane. قلنا from دي ايميلك انت واسمك انت، فهنا بقول لك your name is Sarah، اسمك سارة، يبقى from Sarah. وبعت لمين؟ لجين. ليه يا عم؟ your favorite hobbies، مش هقول له بقى your favorite، your دي بتحول ل my، يبقى ال subject اللي انا عايزك فيه ايه؟ my favorite hobbies، هواياتي انا المفضلة. بعد كده ابدأ بقى dear Jane او dear Jane، وبعد كده بقى بكتب باراجراف عادي خالص، my favorite hobbies are كذا كذا كذا، وكلمني بقى عن هواياتك وبتحب تعمل ايه ومتحبش تعمل ايه، وفي الاخر خالص اقول له ايه؟ write soon او bye for now، واكتب اسمي اللي هو ايه؟ اسمك انا مين؟ سارة. تكتب اسمك بقى في الاخر وخلاص على كده. يعني هو زي الباراجراف بالظبط، بس الفرق كله في المقدمة دي بس، يعني دي الفرق الوحيد بينه وبين الباراجراف. وبعد كده بتكتب انت باراجراف عادي خالص، وفي الاخر بتعمل الخاتمه اللي هو your friend او write soon او bye for now او bye، وتكتب اسمك في الاخر. بس كده يا شباب يكون خلص الدرس السادس، يا رب يكون الفيديو عجبكم.
تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، وانتظروا بقية المنهج قريب جدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.